أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله ومنيف خطابه، أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسحار هم يستغفرون. تقدم الكلام في الحلقة الماضية حول موضوع سر استغفار المعصومين في التعرض إلى نظرية، وهي نظرية ترك الأولى، ورفضنا هذه النظرية في تطبيقها على استغفار المعصومين سلام الله عليهم، خصوصا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته سلام الله عليهم. ثم توقفنا عند النظرية الثانية، وهي نظرية التمثيل، التي تقول بأن المعصوم معصوم، ولكن استغفاره لا يعني أنه أذنب، وإنما استغفاره لمحض التمثيل لكي يعلمنا، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. لكن هذه النظرية فيها جانب من الصحة، وفيها جانب كبير من عدم الصحة. الجانب الصحيح فيها هو صحيح أن المعصوم هو الذي يعلمنا، وهو القدوة لنا في كل حيثيات العبادة وفي كل حيثيات الحياة، وهو الذي يعلمنا التأدب والبكاء والاستغفار وطلب التوبة. ولكن هذا لا يعني أنه يمثل عملية الاستغفار ويمسرح عملية البكاء. لماذا؟ السبب الأول أن في ما يرتبط بمسألة القدوة والاقتداء، حتى تتحقق عملية الاقتداء لابد أحد الشرائط، لابد أن يصدر الفعل من المقتدى به عن حقيقة وعن صدق وعن كمال، لا أن يصدر عنه ذلك الفعل تمثيلا، لأننا لا نجد في أنفسنا حالة من الداعوية والباعثية لأن نقتدي بإنسان يمثل تلك الفضيلة ويمثل ذلك المفهوم. نعطي مثال الآن على سبيل المثال، عندما يقال لك اقتدي بإنسان ما في مسألة الصوم، في الصوم، وأنت تعلم مسبقا أنه خرج من بيته شبعانا آكلا شاربا، وجاء أمامك فقط لكي ماذا؟ يمثل لك عملية ماذا؟ عملية الصوم. هل تجد في نفسك باعثا ودافعا لأن تقتدي به؟ طبعا لا، في علم النفس أساسا الفلسفي والمعرفي أن الإنسان لا يستطيع أن يتأثر بفعل إنسان آخر صدر منه ذلك الفعل تمثيلا، صدر منه ذلك الفعل مسرحة. ولهذا قالوا ما يصدر من القلب يدخل إلى القلب. هذا الأمر لا بد أن نلتفت إليه. هذا مضافا لماذا نرفض نحن نرفض نظرية التمثيل؟ لماذا نرفضها؟ هذا خلاف السيرة المروية عن الأئمة عليهم السلام. شوف، التفت جيدا عزيزي، لو كانت مهمة المعصوم الوحيدة من خلال استغفاره وبكائه في حضرة الله تعالى هي فقط تعليم الناس، لكان المفروض أن المعصوم يستغفر الله عز وجل ويبكي أين؟ فقط أمام الناس، حتى يعلمه، حتى يرشده، حتى يتأثر به. أما في خلواته، في ابتعاداته عن الناس، يجب أن لا يستغفر، يجب أن لا يبكي، لأنه لم يوجد أحد، كما يقول المناطق السالبة بانتفاء الموضوع. يعني موضوع الاستغفار تعليم الناس، إذا لا بد من وجود الناس. خب إذا ما موجود الناس، المفروض لا يستغفر، لا يبكي.
لكن المروي عن سيرتهم سلام الله عليهم كما في سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليهم، كما في سيرة سيد الساجدين سلام الله عليه، أنهم كانوا يستغفرون الله ويبكون أمام الناس، وكانوا يستغفرون الله ويبكون في خلواتهم. مثلا كم مرة تأتي الرواية عن أبي الدرداء مثلا أو غيره، أو قنبر مولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، كم مرة تأتي الرواية أنه يرى أمير المؤمنين يخرج بنفسه عند النخيلات في ظلام الليل ويصف قدميه بعيدا عن الناس ويبكي ويتململ تململ السليم، يعني يتأوه تأوه الملدوغ كمن لدغه ثعبان ولسعته أفعى، ويبكي آه من قلة الزاد وبعد السفر. هذا السلوك العلوي البعيد عن الناس الذي أراد أن يتحفظ على وحدته، على انفراده، وعلى خلوه بالله سبحانه وتعالى، على ماذا يدل؟ يدل على أنه يستغفر الله لكي يعلمنا فقط، لا يوجد ناس. أيضا رواية عن طاووس اليماني أن سيد الساجدين سلام الله عليه جاء في يوم من الأيام إلى البيت الحرام، إلى المسجد. يقول طاووس: أنا كنت جالس في إحدى الزوايا المظلمة النائية البعيدة بحيث لا يراني أحد، فجاء سراج العابدين وسيد الساجدين سلام الله عليه، زين العابدين سلام الله عليه، وطاف بالبيت أشواطا، ثم التفت يمينا وشمالا. يروي عن طاووس يقول: التفت يمينا وشمالا فلما لم ير أحدا رفع يديه إلى السماء وعيناه تهطلان بالدموع وهو ينادي: إلهي ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، وسوءته عندما أقف بين يديك غدا، عندما يقال للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، ليت شعري أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط، ثم أغشي على الإمام زين العابدين عليه السلام. هذا تصرف في نطاق الوحدة، في نطاق الخلو بالله سبحانه وتعالى. لا يأتي أحد ويفلسف لنا المسألة ويقول: الإمام بعلم الغيب الذي أطلعه الله إياه عليه يعلم وجود طاووس فقام ومثل هذا الأمر. لا، الإمام يتعامل الآن، لم ينظر يمين وشمال ولا يرى أحد، يريد أن يبين ماذا؟ أنه يفعل هذا حتى في خلواته. كذلك السلوك الكاظمي، الإمام الكاظم عليه السلام في السجن أيضا كان يسلك هذا السلوك، البكاء والاستغفار، وكذلك سلوك الإمام العسكري عليه السلام في السجن أيضا نفس هذا المعنى. إذن نريد أن نقول ماذا؟ أن نظرية التمثيل غير قابلة لتعليل استغفار المعصومين سلام الله عليهم. أولا لماذا؟ لأن التمثيل لا يؤدي إلى مفعول القدوة والاقتداء والتأثر وتأثير في الآخرين، وثانيا خلاف سيرة الأئمة سلام الله عليهم التي كانت واضحة أنهم كانوا يستغفرون أمام الناس لكي يلهمهم ويعلمهم ويكون أمامهم، وكانوا يستغفرون الله عز وجل في الخلوات، وهذا يدل على أن الاستغفار سلوك ذاتي للمعصوم وبكاؤه سلوك ذاتي، فلماذا يستغفر الله إذن في الخلوات؟ إذن هذه النظرية غير مقبولة أيضا. النظرية الثالثة هي نظرية الغفلة القهرية، وهي نظرية مهمة جدا لا بد أن نقف عليها ونلتفت إليها. يعني الآن نحن في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة طرحنا نظريتين: نظرية ترك الأولى ورفضناها، ونظرية التمثيل، نظرية إياك أعني أسمع يا جار، أيضا ماذا؟ تحفظنا عليها ولم نقبلها. نقبل جانب واحد من نظرية التمثيل أن أو نظرية إياك أعني فاسمع يا جار، أن المعصوم يعلمنا ولكن تعليمه لنا لا يعني أنه يمثل. إذن هاتان النظريتان
مرفوضتان. نتعرض أيضا الآن إلى النظرية الثالثة، وهي نظرية الغفلة القهرية. ما معنى الغفلة القهرية؟ حتى نبين هذه النظرية لا بد أن نلتفت إلى أن الغفلة عن الله سبحانه وتعالى في النظر المعرفي تنقسم إلى قسمين. عندنا غفلة نسميها بالغفلة الاختيارية، والقسم الثاني غفلة نسميها بالغفلة الطبيعية. ما معنى الغفلة الاختيارية؟ الغفلة الاختيارية هي التغافل بعبارة أخرى، أن يأتي الإنسان ويذنب ويعصي الله سبحانه وتعالى، لكن لا أنه غافل عن الله عز وجل، متغافل عن الله، يتغافل، يتناسى. هذه الغفلة هي ولا شك ذنب ومعصية، وهي وقاحة في محضر الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا غفلة أخرى نسميها بالغفلة القهرية أو الطبيعية، هي أن يغفل الإنسان عن ذكر الله لكن تحت وطأة الملابسات الطبيعية. مثلا الإنسان أن يذكر الله عز وجل وهو يقظ عندما ينام أو يغمى عليه، بعد لا يذكر الله عز وجل. هذه غفلة عن ذكر الله، عن مطلق الذكر الإلهي، مو فقط الذكر اللساني، الذكر الحضوري، الذكر العقلي، الذكر القلبي الالتفاتي. هذه الغفلة ليست ذنبا بلا شك، وليست معصية. الغفلة القهرية الطبيعية ليست معصية وليست ذنبا. المعصوم عندما يغفل عن ذكر الله، إذا غفل عن ذكر الله وفق النظرية الثالثة طبعا، إذا غفل عن ذكر الله فإنما يغفل عن ذكر الله وفق الغفلة الطبيعية الاختيارية. وحتى نبين هذا المعنى بشكل أوضح وبشكل أوسع إن شاء الله نلتقي بكم بعد هذا الفاصل القصير، سنعود لكم مجددا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا. لازلنا في غمار الحديث عن سر استغفار المعصومين، ووصلنا إلى النظرية الثالثة وهي نظرية الغفلة القهرية، التي مفادها وأصحابها يقولون بأن المعصوم إنما يستغفر الله عز وجل للغفلة القهرية. والغفلة القهرية في الحقيقة والواقع ليست ذنبا حقيقيا، وإنما تأدب المعصوم وكمال عشق المعصوم لله سبحانه وتعالى يجعله يعتبرها ذنبا. يمكن أن تقسم الذنوب إلى 4 أقسام في نظر أهل المعرفة وفي نظر أهل التخلق والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. ذنب يسمى بالذنب الفقهي. الذنب الفقهي وهو معروف، وهي المعصية الواقعية كشرب الخمر، كالربا، كالغيبة، كالكذب، كقطع صلة الرحم، هذا يسمونه ذنب فقهي وهو الذنب الواقعي. عندنا الذنب الثاني، القسم الثاني من الذنوب يسمى بالذنب الأخلاقي، هو الرذائل الصفات، التعامل الخارج عن نطاق الفضيلة مع الآخرين، ذنب أخلاقي. الذنب الثالث يسمى بالذنب الإرشادي الذي تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، يسمى أيضا بالذنب العقلي وهو ترك الأولى. الذنب الثالث أو الرابع يسمى بالذنب المعرفي، يعني ذلك الذنب الذي يعتبره المعصوم ذنبا لكنه في الحقيقة والواقع ليس ترك أولى، وليس ذنب أخلاقي، وليس ذنبا فقهيا. مثل ماذا؟ كالغفلة عن ذكر الله تعالى أثناء النوم. أصحاب النظرية الثالثة يقولون هكذا،
إن المعصوم إذا نام على سبيل المثال، أو فعل ملابسات بشرية كالدخول في الأسواق أو أكل الطعام والشراب ما شابه ذلك، خصوصا النوم، ذكرنا مع النوم، فلأنه بشر مثلنا فالنوم يغطي على الحواس، يغطي على الوعي، فعندما ينام يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، إنه بشر مثلنا. عندما يستيقظ ويذكر الله عز وجل، سواء كان الذكر اللساني طبعا المشفوع أو النابع من الذكر القلبي، هنا يلتفت المعصوم إلى أنه كان غافلا عن ذكر الله أثناء النوم، فيستغفر الله عن هذا عن هذه الغفلة التي تسمى بالذنب ماذا؟ بالذنب المعرفي. هذه هي نظرية الغفلة القهرية. لكن هذه الغفلة القهرية، هذه النظرية أيضا لا يمكن أن نقبلها بأي حال من الأحوال، لا يمكن. لماذا؟ أولا، هذا خلاف ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله. المعصومون سلام الله عليهم وصلوا إلى مرحلة الفناء في عشق الله تعالى، الفناء في ذكر الله تعالى، الفناء في حب الله تعالى، بحيث لا يغفلون عن ذكر الله سبحانه وتعالى طرفة عين. هذا مؤدى الرواية النبوية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وآله على هيئة دعاء: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني ماذا؟ يعني أحد معانيها: لا تجعلني أغفل عن ذكرك طرفة عين. خب، إذا كان يغفل عن ذكر الله أثناء النوم، ما صارت هي طرفة عين، صارت ساعات. هذا أولا. ثانيا، نوم المعصوم ليس كنومنا، وهذا ما ورد في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله: تنام عيني ولا ينام قلبي. فنوم المعصوم ليس كنومنا، نحن نومنا يوقعنا في الغفلة في اللاوعي، أما المعصوم نومه لا يوقعه في ذلك. وكشاهد رواية أيضا على هذه المسألة، الرواية التي أوردناها فيما سبق عن طاووس اليماني، يقول أن الإمام السجاع عليه السلام أخذ يناجي الله عز وجل في البيت الحرام حتى أغشي عليه: أيهما أشد على الإنسان وطأة، النوم لو الإغماء؟ طبعا الإغماء. طاووس يقول: أخذت رأس الإمام وضعته في حجري وبكيت، فتساقطت بعض الدموع على وجه الإمام فأفاق، فقال الإمام بعد إفاقته من غشوته: من ذا الذي يشغلني عن ذكر ربي؟ يعني يقول الإمام سلام الله عليه: وأنا في حال الإغماء لا تظن أنني غافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. لا، كما يعبر أمير المؤمنين سلام الله عليه: صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة في الملأ الأعلى. وهذا مو بعيد عن الاستدلال العلمي. في علم النفس الحديث ثبت أن الإنسان إذا استغرق في التفكير وفي عشق شيء ما، يمكن أن يصحب ذلك الشيء إلى عالم النوم، ويتفرغ من اللاوعي ومن العقل الباطن في عالم النوم. ألا تجد نفسك إذا كنت حزيناً أو قلقاً أثناء اليقظة تستصحب هذا الأمر وهذا القلق وهذا الحزن في النوم أيضاً، وتحلم به وتعيش في عالم النوم؟ المعصوم الذي يشغله في عالم اليقظة هو الله عز وجل: واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. لهذا حتى في عالم النوم لا يغفل عن ذكر الله، فقط مو الذكر اللساني، لا لا، ما عالم الذكر اللساني، الذكر الوعي، الذكر القلبي، الذكر العقلي. وهذا أحد معاني قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. على جنوبهم يعني أثناء النوم يذكرون الله عز وجل، يعني لا يغفلون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن أعزائي، نظرية الغفلة القهرية نظرية لا يمكن أيضا أن نأخذها بأي حال من الأحوال. إذن نحن طرحنا ثلاث نظريات في الحلقتين السابقتين، وكل هذه النظريات الثلاث لا تفسر لنا ولا توفق لنا بين عصمة المعصوم
وبين استغفاره. نظرية ترك الأولى لا تفسر لنا نظرية استغفار المعصومين، ولا نظرية أو سر استغفار المعصومين، ولا نظرية التمثيل، ولا نظرية الغفلة القهرية. بقي عندنا ثلاث نظريات صحيحة. كل هذه النظريات الثلاث التي سوف نذكرها تفلسف لنا أو تكشف لنا وتوفق لنا بين استغفار المعصومين وبين عصمتهم، أنهم عندما يستغفرون الله عز وجل يستغفرونه بصدق ويبكون جراء تقصيرهم بصدق، ولكن هذا لا ينافي أنهم ماذا؟ معصومون. هذه النظريات الثلاث التي سوف نذكرها في قبال النظريات الثلاث التي ذكرناها، نظريات ثلاث توفق لنا بين استغفارهم وبين عصمتهم سلام الله عليهم. النظرية الأولى التي سوف نذكرها، وهي طبعا في الترتيب بين النظريات التي تقدمت، النظرية الرابعة بتكون، النظرية الأولى الصحيحة هي نظرية حسنات الأبرار سيئات المقربين. ما معنى هذه النظرية؟ وهي نظرية صحيحة توفق لنا بين استغفارهم وبين حقيقة عصمتهم. حتى نبين هذه النظرية نحتاج أن نبين ثلاث نقاط مهمة جدا. النقطة الأولى أعزائي، أن مراتب القرب والعبودية إلى الله سبحانه وتعالى غير محدودة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن نحن مخلوقون للعبادة. العبادة مراتب متعددة، هذه المراتب فيها بداية لكن ما فيها نهاية. لا يمكن يصل الإنسان إلى مرتبة بعد ما فوقها مرتبة، لا. مراتب العبودية والمعرفة إلى الله عز وجل غير متناهية. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غير متناهي، الله سبحانه وتعالى غير محدود، وبالتالي مراتب الفناء والقرب والارتقاء إلى هذا اللامحدود وهو الله سبحانه وتعالى أيضا لا محدودة. وأهل المعرفة يقولون أن التكامل مو فقط في الدنيا، التكامل في عالم البرزخ وفي عالم القيامة وفي عالم الجنة الآخرة أيضا، لا يتوقف التكامل أبدا، تكامل معرفيا وعباديا لله سبحانه وتعالى حتى في العوالم المقبلة. هذه النقطة الأولى في بيان النظرية الصحيحة الأولى. النقطة الثانية، غير المعصوم يترقى من مرتبة نقص إلى مرتبة كمال، أما المعصوم يترقى من مرتبة كمال إلى مرتبة أكمل. النقطة الثالثة، المعصوم عندما يرتقي من مرتبة كمال إلى مرتبة أكمل ينظر، التفت جيدا، ينظر إلى عبادته التي صدرت منه في المرتبة السابقة التي هي أدنى من هذه المرتبة. المعصوم يتكامل، المعصوم يتدرج في مراتب القرب إلى الله عز وجل. هذا أحد معاني اللهم صل على محمد وآل محمد، يعني تطلب من الله عز وجل وتسأله ماذا؟ أن يزيد في درجاته درجة بعد درجة. لما يرتفع المعصوم من هذه المرتبة إلى المرتبة الأكمل ينظر ويقارن بين عبادته الآن وبين عبادته في المرتبة السابقة. طبعا عبادة مو الكمية، الكيفية المعرفية المعنوية. يتجلى له ماذا؟ الفرق. فيستغفر الله، يعتبر المرتبة السابقة مرتبة تقصير في ذات الله، مرتبة لا تليق بجلال الله سبحانه وتعالى مقارنة بالمرتبة التي هي أعلى، فيستغفر الله لكمال أدبه ولكمال عشقه من العبادة في المرتبة السابقة. فرق بين استغفارنا وبين استغفارهم سلام الله عليه. نحن نستغفر الله من ذنوب، من معاصي، المعصوم يستغفر الله من طاعات سابقة، تلك الطاعات أدنى من مستوى الطاعات كيفا في المرتبة التي هي هو الآن تدرج فيها. الخلاصة لهذه النظرية، نظرية حسنات الأبرار سيئات المقربين، كلما ارتقى المعصوم درجة استغفر الله من الدرجة السابقة. هذا أحد معاني قوله صلى الله عليه وآله، إني لأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. ما معنى ذلك؟
معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرب طبعا، ولكنه يترقى في اليوم والليلة 70 درجة، فكلما ترقى لخطورة المقام المحمدي، لعظمة المقام المحمدي، يترقى في اليوم 70 مرة، في اليوم والليلة 70 مرة، فكلما ترقى استغفر الله في ذلك اليوم 70 مرة، كلما استغفر، كلما ترقى استغفر الله من المرتبة السابقة. إذن هذه نظرية حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهي النظرية الأولى الصحيحة. بقيت عندنا نظريتان أيضا صحيحتان، إن شاء الله نستكملهما في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطيبين.